إذا ما دخل الـ type coercion قبل ما ندخلوا نحضروا على definition دي ليش هي type coercion اللي هي غير conversion من واحد لوتيب لواحد لوتيب واحد آخر. غادي نحاولوا نهضروا في هذا الدرس على جوج ديال الحوايج شنو هي strong weak languages. احنا كنهضروا على typing strongly typed weakly typed, وغنهضروا على شنو هي dynamically typing و static typing. ناخذ غير واحد البيزك ايديا لهادشي كامل باش يكون كمدخل رئيسي للtype coercion باش نبداو نهضروا نجبدوا هاد لو تيرم تفهموني علاش هضر. اوكي اشنو عندي هنا اون ليفو ديال السلايد؟ عندي جافا سكريبت از ان انتايبد لانجويج, وعندي ديفينيشن ثانيه جافا سكريبت از ا ويكلي تايبد لانجويج اللي كيعنيو تقريبا عندهم نفس المعنى, غير بعد الخطوات غتلقاو راسكم كتشوفوا هاد لو تيرم ديال انتايبد ويكلي تايبد في سام بلوك بوست ولا سمعتوها في شي فيديو ولا شي حاجه بحال هكا, تعرفوه بانها عندها سيم ديفينيشن. ديفينيشن ديالها كو نو تايب ديكلاريشن, يعني ما كنديكلاريوش لو تيب. من كتسمعوا كو واحد لانجويج از انتايبد ولا ويكلي تايبد يعني لو تيب فيه ماشي مهم, واخا تكون لونغاج انتربريتي ولا كومبيلي, دونك سيم تانك. دونك جافا سكريبت كتعتبر ان تايبد لانجويج لو تيب فيها ماشي مهم. اوكي غنشوفوا البارت, يعني هنا عندي واحد تو اكسسز, نعتبروا بان هذا لي هوريزونتال اللي فيه دايناميك وستاتيك, والاخر اللي مثلا فيرتيكال فيه ويك وسترونغ. دونك عندي strongly typed وعندي weakly typed وعندي dynamic typing و static typing. قبل ما نهضروا strong و weak عرفناها, strongly typed كتعني بأن هذاك اللانجوج ولا ذاك البروغرام اللانجوج اللي كتخدم به لو تيب فيه مهم بزاف, weakly typed كتعني بأن هذاك اللانجوج هذاك البروغرام اللانجوج اللي خدام به لو تيب فيه ماشي مهم بزاف. وما حدك صديبون ديال ليفل, يعني إذا حطيت واحد اللانجوج في واحد الليفل هنايا كتعني بأنه stronger ولا weaker. أوكي مزيان, عندي هنا dynamic و static. أشنو كتعني بعد dynamic و static؟ dynamic typing languages كيعني بأن هذاك اللو تيب كيكون مثلا كيتحدد ولا كيتشيكا قبل, يعني في running program, يعني during the running at the runtime كيف ما كنسميهم. يعني للونجاج انتربريتي فحال بايثون ولا روبي ولا بي اتش بي ولا whatever, دونك لو تيب فيه تجافا سكريبت كتعتبر مثلا واحد الدايناميك لانجويج, يعني لو تيب فيه ولا هذاك الدايناميك تايبين تيكون في الران تايم, يعني واحد البروغرام خدام ماشي العكس. ستاتيك عكس ستاتيك تايبين, ستاتيك تايبين اللي هذاك كيتشيك لو تيب يعني في الكومبيليشن, يعني ملي كنكونو كنكومبيلو البروغرام ديالنا كنشيكيو لو تيب الا كان شي مشكله ما كدوش لا كومبيلاسيون وما كيتجيناش لك داك الاكزيكيوتابل ولا داك الباينري. باغ كونت في الدايناميك تايبين يعني دورين ات ران تايم, يعني انت خدام سيرفر ديالك كي فيريفي واش كاين شي مشكل اون نيفو ديال التيب عاد كيعطيك ريزولت. هذا بالنسبه الا كانت اللانجويج سترونغلي تايبد ولا سترونغ تايبد. غنشوفوا بعدا سام لانجويجز وكل وحده فاش من سبيكتروم كطيح. اوكي عندنا ايرلاين كلوجر بايثون روبي ماجيك اند جروفي, هادو كاملين هادو كاملين لانجويجز اللي طايحين في سترونغ تايبد كما كتشوفوا هو متحط هنايا وسا ديبون ديال ليفل ديالهم. الا شفنا بايثون هي از كونسيدرد از ا سترونغ تايبد لانجويجز ماشي 100% ليفل شويه هابط, باغ كونتر كطيح حتى في الدايناميك سبيكتروم. علاش؟ لانها هذاك التايبين ولا هذاك التشيكين ديال التايب كيكون at the run time, يعني والانتربريتر خدام ولا الانتربريتر ديال بايثون خدام, دونك كيتشيكي لو تيب. روبي از مور سو تايبين فيها هاير ذان بايثون, دونك هنا عندنا سترونغ اند دايناميك. غنشوفوا الكاتشانيه, الكاتشانيه عندنا بيرل بي اتش بي في بي وجافا سكريبت, هادو قاب ويكر يعني تايب فيهم ماشي مهم بالنسبه للديفلوبر اللي كيخدموا بي اتش بي, تيب ماشي مهم بزاف خيطراو دي ميوتاسيون ولا فحال هكا اونيفو ديال البروغرام ديباغر يقدر فهمتي ما يكونش فيه مشكله, ولكن كلشي لانتربريتاتور كيتكلف داكشي كامل بيهايند ذا سين. دونك حنا داكشي ما تنشوفوش, يعني كاينه واحد الابستراكشن ولكن حتى هما كيتعتبروا دايناميك. علاش؟ لان فيهم واحد الران تايم, يعني ماشي كنجينيري واحد الاكزيكيوتابل, ما كيجينيريش واحد الاكزيكيوتابل ولا واحد الباينري ولا ايفر, يعني ما كايناش واحد الفيز ديال كومبيليشن. جافا سكريبت ديفلوبر الناس اللي ادفانسد بزاف غيقول لكم كوا راه الفي اي انجين راه فيه ماشي غير الانتربريتيشن فيه حتى الكومبيليشن. يمكن انا ما بغيتش ندخلكم في هذا الكومبلكسيتي, ناخذ كو جافا سكريبت از دايناميك لانجويج وفيها وكتخدم بذاك الران تايم. غير هو هاد بي اتش بي بيرل وفي بي وجافا سكريبت كتعتبر ويكلي تايبد كيف ما هضرنا في الاول, ما كنديفينوش فيهم لو تيب وماشي مهم بزاف. اوكي غنشوفوا على اليمن,
اللي من عندي استشاف افشاف جافا سكالا وهاسكل هادو كتشاب strongly شايبت دونك لو تشيف فيهم مهم او ستيرك ات ذا سيم تايم. علاش؟ لان هذا كل تشيف انت ماكش كيف هذاك البروغرام ديالك وكديفيني هذوك لو تشيف كاملين. دونك هو ماشي في الران تايم يعني تكت لونسي نتايا يعني تكت لونسي ديبوغر ولا تكت لونسي الكومبيليشن سوري يعني في هذيك الكومبيلاسيون كيتشيكي لو تشيف وكيشوف واش عندك شي بروبليم او نيفو ديال البروغرام ديالك. ما كانش عندك بروبليم كيعطيك الاكزيكيوتابل كيعطيك الريزالت ديالك. كان عندك بروبليم ما كيدوز داك الشيكين. دونك هذا كيتسمى ستيريك تايبين. اوكي يا او ميم طون سترونغ تايبت لانك كديفيني فيها لو تشيب. سي و سي بلس بلس دي ار نوت ذات سترونغ تايبين. دونك ماشي سترونغ تايبين 100% يعني غادي الويكر. سي بلس بلس قل من سي ولكن سي غادي شويه. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا حاولوا ديما البوزيشن ديال اللانجويج راه سا ديبون ديال دوك الاكسسز الواي اكسس ولا الاكس اكسس. دونك هنايا حتى هما سي و سي بلس بلس كيتشافوا ستيريك كيتشافوا ويك تايبد لان سي مثلا ولا سي بلس بلس فيهم ديك الفيز ديال الكومبيليشن كيف ما قلنا اي حاجه اللي هي فيها ستيريك تايبد كتعني بان كاين كنتشيكي وكل شيء في الكومبيليشن ممكن نكونوا نديروا لا كومبيلاسيون ديالنا. باغ كونتر كيف ما قلنا دايناميك تايبين كنتشيكي وداك الشيء في الران تايم. اوكي دونك سي و سي بلس بلس هما تيهما لانجويج اللي كيتشافوا ويكلي تايبد اي او ميم طون فيهم هاد الفاز ديال ستيريك تايبين. هادي كانت غير واحد البيزيك ايديا ديال ناخدو ايدي جينيرال ديال اشنا هي سترونغ تايبد وشنا هي ويكلي تايبد. اللي كتهمنا حنايا هي جافا سكريبت. جافا سكريبت هي كطايحه في السبيكتروم هنايا يعني از ويكلي تايبد اي او ميم طون اتس دايناميك. دونك لو تشيف فيها ماشي مهم بزاف حدو ولا ما تحدوش ما كاينش المشكل. غير هو كاينين بعض الخطرات ممكن نخدمو بكونديشن ولا ممكن نخدمو بستريكت ايكوال ولا كنخدمو بالايكواليتي كيكونوا بعض الخطرات. سيرتو ممكن نخدمو بالايكواليتي دوك جوج ايكال كتكون واحد التايب كوورجن وكتكون واحد الكونفرجن ديال هاد التايبس كلهم. دونك هنا خدينا غير واحد البيزك ايدي من بعد غادي نعرفو شنو هي التايب كوورجن وغادي نعرفو كيفاش نقدرو اشنا هما البوليين اللي كتفتشوها لنا هذا التايب كوورجن وكيفاش نقدروا نكونفيرتيو لي تيب بواحد الطريقه اللي هي سليمه.